صاحت إذا وضيعتنا بعدك يا علي علي يا علي. صاحت زينب جرت دموعها على الخدين قالها يا زينب لا تخافي ولا ترفعين الصوت تدري ما أقدر أنظر لك تصيحين لا تبكين يا زينب لا تبكين بوصيك يا بنتي وتسمعي كيف لي يتام أخوك الحسين حطيهم على الراس وفي العين وحني عليهم هالمساكين. أبا يا علي أني توصيني عادة ترى تتوصل رجال وشاف الوصية لي تنقال ليكون مسبية على جمال وحسين أخويا فوق الرمال. قال لها بني يا زينب هالمرة يا زينب بوصيش ما تبقى ليش رجال تحميش صيرين في ولية أعاديش تلتم يا بنتي كلها عليك وصيك يا زينب نفذي هالوصية كيف لي يتام حسين برض الغاضريه.